رئيس لو حضرتك عندك أي تعقيب تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مش هعقب على الكلام الكتير والكبير والعظيم اللي شرحه دكتور مصطفى رئيس دولة رئيس مجلس الوزراء يعني، لكن أنا إن شاء الله خلال العرض القادمة يمكن هيكون لنا فرصة إن احنا نتكلم. أنا حابب عندي كلمة واحدة عايز أقولها للناس، كلمة واحدة، ده اللي احنا عملناه وعندكم فرصة للتغيير في الانتخابات اللي جاية. لا أنا بكلمكم بجد، في الانتخابات اللي جاية عندكم فرصة للتغيير. حد يقول كده؟ أنا بقول كده. الأمر كله لله، الأمر كله لله، اللي ليه حاجة هياخدها. إحنا اللي قاله الدكتور مصطفى في كل فقرة من فقراته نقدر نخش على كل موضوع نتكلم ساعات ساعات في كل نقطة من النقاط اللي نتكلم فيها في التفاصيل دي كلها. أنا هقول واحدة فقط لقناة السويس، لأن الكلام ده كان بيتعمل وانت مش بس بتحارب إرهاب، انت عندك أبواق كذب وافتراء وشائعات شغالة تقدح في كل إجراء ومسار تعمله. انت كمان مش محل تقدير من ناسك اللي انت بتعمل لأجل خاطرهم أو لأجل خاطر ربنا وخاطرهم، لا ده كمان وانت بتعمل كده بيتم الإساءة لك وللإساءة المسؤوليك، مش ليهم هم بس، هم وأسرهم، وأكن يعني ولكن لا بأس، لأن ما فيش حاجة بتروح عند ربنا. كل كلمة كذب لها أجر، كل إساءة لها أجر. المسؤول اللي أسيء ليه أو تم عمل بهتان عليه ده مش هيمشي كده إذا كنا احنا بنؤمن بالله وإن في يوم هنقف ونتحاسب. مش أنا اللي هتحاسب، اللي هيحاسب ربنا اللي لا بيغفل ولا ينام، واللي كل تفاصيل الإفك والمكر اللي اتعملت على مصر خلال على الأقل العشر سنين اللي فاتوا واللي كانت امتداد، عشان كده قلت أنا هتكلم على قناة السويس وبس، وكانت امتداد لبناء حالة من عدم الثقة للإنسان المصري تبقى جزء من الشخصية المصرية، متشككة غير واثقة في نفسها وفي بلدها. ده بناء فكري وجداني اتعمل لمصر خلال 40-50 سنة، وهم يعتقدون أنهم هيقدروا من خلال ده يبنوا أمة. الأمة لا تبنى إلا على البناء والإصلاح فقط، لا الخراب ولا الإساءة ولا الإهانة ولا الهدم ولا التشكيك ولا الظلم. لما أنا أقول على عمل المسؤول إن العمل ده منقوص أو فاسد أو غير مدروس، أنا بظلمه، بظلم جهده وعمله، بحط على العمل بتاعه تراب، عشان كده قلت في بداية الكلام انتوا ده اللي احنا هنقوله لكم حكاية وطن في 3 أيام. في هنا معانا ناس سياسيين كتير يقول لك يا راجل حد يقول عندكم فرصة في الانتخابات؟ اسمعوا الكلام، شوفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. محدش هيدي حد حاجة، ولا حد هياخد من حد حاجة. شوفوا، شكرا جزيلا. لكن أنا بقول لكم إذا كتير من الناس يعني
الحملات والسياسة والكلام من هذا القبيل، ويجي يقول لك إن شاء الله ربنا حسب. لكن يا ترى في يقين حقيقي على الله بأن الأمر كله لله، وأن ما حدش بياخد أكتر من نصيبه وبيقبل نصيبه، ولا يقاتل عليه؟ يقاتل من أجل بلده، لكن نصيبه ده بتاع ربنا. وأنا بقولها لكم من قبل ما نبدأ الكلام خالص، عشان دي دولة، وكان مشكلتها في السنين اللي فاتت إن هم هزوا ثقة الناس فينا، مش فيا أنا، في نفسهم. الناس ما كانتش مصدقة إن ممكن نعمل طريق أو كوبري، واستكتروا على نفسهم طريق وكوبري. تخيلوا، الناس استكترت طريق وكوبري، قال لك يا ده كتير كتير. إيه يا راجل، ده لسه بدري قوي، لسه بدري قوي من العمل والجهد والمصابرة. اسمعوا، لو كان البنى والتنمية والتقدم تمن الجوع والحرمان، اوعوا يا مصريين ما تقدموش، اوعوا يا مصريين تقولوا ناكل أحسن. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، لو كمن تمن التقدم والازدهار للأمة إنها ما تاكلش وما تشربش زي ما الناس بتاكل وتشرب، ما تاكلش وما تشربش، يقول لك أنت بتقول إيه يا عم؟ هما بقى مسكين الكلام ده، اسمعوا لو سمحتم، اديني فرصة أقول الكلمتين عشان لسه برنامج طويل قوي. يا جماعة، يا جماعة، أنتوا عايزين تبقوا لكم مكان على الخريطة في دولة 95% منها أرض صحراء، صحراء 95% صحراء. اسمعوا كلامي لو سمحتوا، من فضلكم، احنا بنتكلم ان المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وان المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. يعني هم بيتحروا الكذب وهم عايزين يبقوا مكتوبين عند ربهم كذابين، كذابين، مخربين، مدمرين. كل يوم بيعدي على شعب يتنكد عليه، والله حجم الاسم والظلم اللي بيتحملوه الأشرار فوق خيالكم. هم فاكرين العملية ماشية كده؟ لا، مش ماشية كده. نرجع بقى لقناة السويس. الثقة المفقودة والأمل الضايع اللي كان بيشكل جزء من وجدان المصريين، كان أول حاجة في قناة السويس وإحنا بنعملها محاولة إن إحنا نعمل مشروع نجمع الناس عليه، متخطط، وكانت هي قناة السويس درساه وعايزة تعمله خلال السنوات اللي فاتت، صحيح. لكن أنا هقول لكم على حاجة أول مرة أقولها في العالم كده. وإحنا بنعمل ده كان أشرف سلمان، دكتور أشرف، كان وزير الاستثمار، فقال لي يعني المصفوفة المالية للمشروع إحنا هنبقى نخلي بالنا، لأن إحنا يعني يعني عايزين نعمله باقتصاديات. قلت له طيب، بس أنا عايز أدي الأمل للناس. كانت الفايدة ساعتها 10.5%، صح كده؟ قلت لهم إحنا هنعلن فتح باب المساهمة في إنشاء القناة ب12% عشان تتحرك الناس وبسرعة يروحوا يحطوا فلوسهم ويقوم يحسوا إن في حاجة كبيرة هم بيساهموا فيها، ويخلص المشروع اللي ما يخلص في 3-5 سنة. ويا كامل يا وزير ربنا يكرمك، ويا كامل يا وزير ربنا يكرمك. ده ما كانش يتعمل ابدا في سنه، ابدا ابدا ابدا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى الباني طالع، الباني طالع. طب المصفوفة المالية زي ما قلت كده 64 مليار
أو 60 مليار أو 68 مليار زي ما أنتوا عايزين تقولوا، هيبقى عليهم عوائد الحكومة هتدفعها. ده عبء يا دكتور، لأن التدفق المالي للمشروع ممكن يخلص في سنة أو سنتين زي ما احنا عايزين. طب أنا النهاردة باخد بعد أسبوع من الكامل بقى علي التزام كدولة أن أقدم الأرباح بتاعة المبلغ ده للناس. بس كان الهدف أني ما بصيتش على الالتزامات المالية اللي هتترتب قد ما العائد المعنوي اللي هيبقى في جموع المصريين اللي قدمت 10,000 واللي قدمت 20,000 واللي قدمت 100,000 حسب. فبقى كتلة مصرية كبيرة جدا عينيها على ده. احنا كنا ساعتها دخل القناة من 4 لـ4.5، وانا بتقول ده ان شاء الله 24-25 هيبقوا 12 مليار، صح كده؟ احنا النهارده مش انا اللي قلت ده، الناس اللي عملت الشغل، لكن انا بقول النهارده لما اتعملت قناه السويس النهارده احنا بنقفل العشر وعشرة ونص السنه الجايه، عشرة ونص اخر اخر 23 عشرة ونص مليار دولار. انا حبيت اقول ايه الفكره، مش كان فكره ان انت بتعمل قناه لازدواج فقط عشان تحقق المسار الاقتصادي، لكن كان جزء منها وجزء كتير من الشغل اللي بيتعمل كان الهدف منه استعادة الثقة في الناس اللي هم بيحاولوا دلوقتي ان هم يهزكوا فيها. فأنا بشكر الدكتور مصطفى، يعني الكلام ده كان بيتعمل وكان في ولاد وولادنا ومنشآتنا بتتعرض للدمار والإرهاب، وافتكروا كنا بنقف على المسرح ده نستقبل أسر الشهداء ودموعنا بتنزل على ولادنا اللي هم ضحوا عشان بلدنا تعيش. واللي أنا بقول دايما لهم إن الأسر دي إحنا لا يمكن أبدا، وهنبقى جاحدين جدا، مش جاحدين بإن إحنا نخلي بالنا منهم، لا، احنا نخلي بالنا من اللي هم ضحوا عشانه. هنبقى جاحدين لو احنا ما خليناش بالنا من اللي هم قدموا ارواحهم عشانه. ف بشكرك يا دكتور مصطفى، ولو سمحتم كنت بتمنى ان الجمع الجميل ده في وقت معين ما اعرفش امتى تاخدهم حضرتك والسادة الوزراء ونقسموا المجموعات يخشوا على كل وزارة، لان انا شايف ان احنا لم نغطي الاصلاح الاداري اللي اتعمل والميكنة الحكومية اللي اتعملت في الدولة الاعلام ما قدرش يغطيها. يمكن في فرصة لزمايلنا اللي موجودة معنا واشقائنا واهلنا اللي موجودين دلوقتي في المسرح واحنا في العاصمة تيجي اوتوبيسات تاخد الناس ونطلع ونشوف ونقعد، وانا حاجي لك مجلس الوزراء عشان ما انتوا مش عايزين تجيبوه في الاعلام بقى كويس، جايبين برضو اما انا بقول جايبين وزارة التموين برضو اليافطة المتعبان، انا اسف يعني اليافطة اللي خربانة اللي مش عارف ايه، لا 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 لا, لا. انتوا حلموكوا يا مصريين لازم يبقى اكبر من كده. اوعى يكون حلمك لقمة، اوعى يكون حلمك لقمة. شكرا جزيلا. نستأذن حضراتكم في استراحة قصيرة.